احيانا قوه مصر الناعمه هي قوه يعني ضاربه، والحقيقه من اليات مصر اللي قدرت من خلالها انها توصل للعالم كله. كمان من اليات بقى القوه الناعمه هي صناعه السينما المصريه، واحنا بنتكلم عن صناعه السينما المصريه ما ينفعش ابدا نغفل واحد من رواد هذه الصناعه، موهبه فنيه مش هتتكرر في عالم الإخراج. أعماله صنفت ضمن الأفضل في تاريخ السينما. خلال مشواره الفني قدم عدد كبير جدا من الأفلام اللي سابت بصمة مميزة وعلامة فارقة في تاريخ الفن المصري. على سبيل المثال فيلم دعاء الكروان، الخيط الرفيع، أفواه وأرانب. الحقيقة رحلة استثنائية لواحد من المخرجين المبدعين. خلينا نتعرف على هذه الرحلة وعلى هذا المبدع في خلال من خلال هذا التقرير اللي جاي. مخرج غزير الإنتاج، رائد من رواد السينما المصرية، عرف بصائد اللآلئ، موهبة فنية لن تتكرر. اختيرت أعماله ضمن الأفضل في تاريخ السينما المصرية هو المبدع هنري بركات. ولد هنري بركات في القاهرة في عام 1914، وفي القاهرة نفسها تلقى دراسته الثانوية والجامعية، حيث حصل على ليسانس الحقوق، وبعدها سافر إلى باريس ليدرس الإخراج السينمائي على أصوله. عاد إلى مصر وبدأ رحلته الفنية الطويلة بعد أن تخرج من كلية الفنون الفرنسية بالمنيرة عام 1935. بدأ حياته الفنية مساعد مخرج، واكتشفته وتحمست له وقدمته الفنانة والمنتجة آسيا داغر، حيث كانت تبحث عن مخرج ليخرج لها فيلم الشريط عام 1942. منذ بداياته لم يقتصر اهتمامه على الإخراج فقط، بل تنبه مبكراً لعنصر المونتاج، وانعكس ذلك على عمله كمخرج. خلال مشواره قدم عدداً هائلاً من الأفلام التي تركت بصمة وعلامات فارقة في تاريخ السينما المصرية، كفيلم دعاء الكروان، الحرام، الخيط الرفيع، ليلة القبض على فاطمة، وأفواه وأرانب. رشح عام 1959 لمهرجان برلين الذهبي بفيلمين دفعة واحدة، هما حسن ونعيمة ودعاء الكروان. فاز بجائزة أفضل فيلم عام 1964 عن فيلم الباب المفتوح من مهرجان جاكرتا السينمائي. وفي مصر توج بعدد من أرفع الجوائز الثقافية، فحصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وكذلك حصل على وسام مهرجان الإسكندرية السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1994.